من بيروت انضم إلينا المحلل المالية في الشرق للأخبار ماري سالم. صباح الخير ماري. نركز ربما على بعض القطاعات في السوق السعودي أو ضمن السوق السعودي. كلنا نرى هذا الأداء ونتابع هذه التحديثات كلنا مع الزميل عماد قبل قليل. ما التقييم أولا للمشهد وأبرز القطاعات التي نتابعها معك؟ صباح الخير محمد ويعطيكم ألف عافية. يعني من القطاعات اللي كان عم يذكرها عماد انه هي من الداعمه للمؤشر او للارتفاعات اللي مؤخرا كنا عم نشوفها بالسوق السعودي تحديدا من بعد تراجعات هو قطاع المواد الاساسيه. يعني صحيح انه نحن بلشنا نقلص الخسائر تبع تاسي، وصلنا تقريبا لحدود 0.5% من منذ بدايه العام خاصه من بعد ارتفاعات امبارح، ولكن الملفت انه نحن عم نشوف هلا حركه صرنا مغايره للي كنا شهدناها بالسابق على قطاع المواد الاساسيه، ويمكن تحديدا على اسهم شركات الإسمنت. يعني إذا نطلع على الأداء تبع هذه الشركات، صحيح أنه خلال العام الماضي كان في عم بيكون أغلبها بالخانة تلبية وتراجعات تقريبا وصلت على بعض الشركات مثل اسمنت نجران ل 35% بأداء سنوي، إلا أنه بهذه المرحلة نحن دخلنا بفترة تقييمات أو فترة توقعات للنتائج والبيانات المالية تبع الشركات للربع الثاني، ومن الواضح أنه في نوع من إيجابية كتير لدى شركات وبيوت الخبرة فيما يتعلق بنتائج شركات الاسمنت، حيث أنه متوقع أنه يكون الإجمالي تبع هذه الشركات أو على القليلة الأغلب تبع هذه الشركات تكون عم تشهد نمو كتير واضح أو قوي بالأرباح تبعها بالربع الثاني، حيث أنه ممكن توصل للحدود 35% على أساس سنوي. هلأ نحن مش رح نجي نقيم كل الشركات يلي موجودة ضمن هذا الإطار، ولكن خلينا ناخد شوية الشركات يلي متوقع أنه تكون الأرباح تبعها عم تقفز بنسب جدا عالية، وفي عنا 3 أو 4 شركات هي النسب تبعها فوق 100%، وأبرزهم يمكن هي شركة اسمنت أم القرى، متوقع انه يكون النمو بالارباح تبعها للربع الثاني تقريبا فوق 800%، وهذا رقم اكيد عم بيكون كثير كبير، بس نحن بدنا ناخذ نسبيا مع الباقيين ما راح يكون هذا الفارق كثير كبير. نحن بالربع الثاني من 2023 كانت ارباح اسمنت ام القرى تقريبا بحدود المليار و800 مليون و830 ألف ريال، بينما متوقع أنه تقفز ل 16 مليون ونص بالربع الثاني من 2024، وهذا الشيء اللي عم بيدعم يمكن الأداء تبع السهم حتى ضمن السوق، رغم أنه في بعض الأوقات يعني مع تماشيا يعني مع أداء السوق كان في بعض التراجعات. في عنا حتى اسمنت القصيم واسمنت الجنوب كلها التوقعات تبعها بنسب جدا عالية، فهذه كلها تتراكم مع بعضها وبصير في عنا هذه الإيجابية. في عنا يمكن شركة واحدة التوقعات تبعها بتراجع طفيف تقريبا بحدود 5% بالأرباح تبعها اللي هي اسمنت تبوك. هلا نحن وقت بنحكي على توقعات بنحكي على أداء السوق بهذه المرحلة وكيف عم بيكون تفاعل المستثمرين مع هذه التوقعات اللي عم تصدر من بيوت الخبرة، ولكن نحن في عنا عوامل كتير مختلفة هي بتأثر على أداء هذه الأسهم. يعني مش بس التوقعات، في عنا نفسية المستثمرين، في عنا يمكن أسعار ومكررات الأرباح يلي هي موجودة ضمن الأسواق. وإذا بناخد مثلا سهم أم القرى يلي كان في عنا بالفترة الماضية تقلبات جدا عالية على الأرباح تبعها، صحيح أنه بالربع الأول سجلت أرباح، ولكن في عنا فصول سجلت خسائر وهي يلي ضغطت يمكن على أداء السهم ضمن السوق، ولكن مع هيدا وكله التراجع أو الشح بالأرباح تبع هذه الشركة إلا أن مكررات الأرباح تبعها هي الأعلى ضمن شركات الإسمنت، وهذا الشيء اللي بيخلق نوع من القلق، أو ممكن نقول أنه إذا إجت الأرباح تبع هذه الشركة ضمن توقعات المحللين من الصعب يمكن أنه نجي نحن نلاقي هذا التفاعل الإيجابي والزخم على هذا السهم، لأنه تداولاته أو تقييماته عالية ومرتفعة ضمن السوق والتداولات تبع السوق. فنحن بهذه المرحلة أداء شركات الإسمنت ضمن السوق هي حتلعب دور كتير كبير على قطاع المواد الأساسية بالدرجة الأولى، وأكيد حيكون في له تفاعل مع الأداء تبع المؤسسات. رأس مال الشركات تبع الشركات الإسمنت اللي مدرج ضمن السوق تتراوح من المليارين لل 550 ألف، وهي شيء اللي هو يمكن أنه بيبين قديش أنه ممكن يكون في هذا التباين بالأداء تبع هذه الشركات، وليش أنه ممكن نشوف بالفترة المقبلة تفاعل مختلف للمستثمرين مع البيانات حتى لو كان النمو بنسب ضئيلة، يعني مش بالنسب اللي عم نحكي عنها اللي هي 800% ولا حتى 127 أو 130% اللي شفناها على إسمنت الجنوب وإسمنت القصيم. نحن
هلا بهذه المرحله بيانات الشركات بلشت تصدر تتاليا، فاول ما ببلش تصدر كمان البيانات تبع شركات الاسمنت حتكون محط انظار للمستثمرين بشكل عام، وحتى نحن حنتابعها بشكل خاص لحتى نشوف كيف هذه التقييمات او هذه التوقعات تماشت مع البيانات يلي رح تصدر، وكيف حيكون تفاعل المستثمرين، واذا هذه الموجه من الارتفاعات يلي نحن عم نشوفها هي فقط بسبب البيانات الماليه ولا ممكن تكون مستدامه لبعد هذه المرحله، لان نحن عرفنا وشفنا الضغوطات اللي كانت تعرض لها مؤشر تاسي بالفتره الاخيره. القطاع المصرفي كان من اكبر الداعمين بالفتره اللي قطعت بالكم جلسه، واذا استمرت النتائج اللي عم نشوفها من القطاع البنوك بقطر وغيرها والكويت بنفس الوتيره ضمن الاسواق السعوديه والبنوك السعوديه، ممكن انه نقول هذه الارتفاعات حتكون مستدامه، اضافه اكيد للقطاعات الرئيسيه قطاع الطاقه والمواد الاساسيه. دائما شكرا لك ماري على هذه التحليلات، أنت المحلل المالية في اقتصاد الشرق، نرحب بك دائما.